نتفاعل مع العربي فيما يخص يعني الوضعيات هذه الكل. نشوفوا احنا المشهد الرياضي على المستوى العربي. الترجي التونسي راهو يزم يكمل الموسم نتاعو ويقيم لانه مش نقعدوش بالبورصه نطلعوا معين ونهبطوا معين ونطلعوا، يا اخي انتهى الامر يعني، خليه يكمل الموسم نتاعو وناخذوا بالارقام. الزمالك جابت كالتيران بعد ما تمسخر عليهم، معناها هرب عليهم ومشى للسعوديه وعاود رجع وجابوه خصيصا مباراه الترجي كانه هو عنده معناها المفتاح، لانه عمل نتائج باهيه مع الترجي واخفق في ذلك. لمسيه غيرت المدرب نتاعها، ما مشاتش النتائج بعد ما لعب ضد الترجي بغيره على اساس. بالوزداد غيرت المدرب نتاعها على انه يعرف الافريقي الى اخره. يعني هالوضعيه هذه ولكن الكل فشل هذوما الكل ما مشاش. تقول لي انت ها فما مثلا الرجاء، الرجاء حاجه اخرى صحيح. الرجاء فريق مترشح، الرجاء يمشي الثاني في الترتيب، ما عندوش مشاكل، ربما علاقه نتاع لاعبين وكذا، ايزون انتيسيبي تفاداوا الامر، امورهم راك هو للامانه.